هذه السالفة مرت علينا طال عمرك في واحد من جماعتنا وعديلي الله يجعله في جنة النعيم العميد سعيد بن عبد الرحمن بن دغيم توفى الله يجعله في الجنة ووالدي يقول لكن قال لي يوم من الأيام أنا بسافر أطلع يطرح البو وامه في الديرة وهو على رأس العمل الحين كان مدير الشؤون الدينية في الـ في الـ في الـ في الغربية في البحرية الغربية وسافر الرجال وكانهم يوم قربوا على أبها كان في ضباب وكذا والأجواء ما سمحوا لهم بالنزول قالوا لهم تدرون ارجعوا لجدة بكرة نطلعكم مستحيل أن ننزل في ضباب شديد والله زهم علي الرجال الساعة 9:30 قعدت أنا وصل الديرة وصلت قال وصلت البيت هنا في جدة عسى ما في خلاف قال لا عندي رجال تعال وأعلمك ليش أنا رجعت ويوم جيت والله ما شاء الله عند أركانات القاعدة والشيخ عبد الله المصلح يوم تقول أم محمد وكلا ناداها باسمها ناداها أبو راشد أم محمد فلانية لأن الكلام هذا له مناسبة ما في شيء فعشان الرجال الله يغنيه إن شاء الله في الجنة إن شاء الله ونقول إن الله يجعله في موازين حسناته واستانسنا وقابلنا رجال والله شرواكم طبعا قايد الأسطول والأركانات وناس والله خيري شرواكم ونظنهم إن شاء الله كذلك لكن الشيخ عبد الله المصلح كلكم تعرفونه معروف يوم وقف قده عند باب المجلس هناك وهو يرجع ويقابلنا كذا المجلس فيه حوالي 30 قال يا أبو محمد أبو محمد مثل أبو إبراهيم نفده هذاك الطيب تقريبا كذا في صدر المجلس يا أبو محمد بالله يسلم لي على أبو محمد الرجال يوم قال سلم لي على أبو محمد كان ايوه كان فيها شيء هذا ليكون الناس بيلومونه قال يا رب لا تلوموني هذه أم محمد الله يرضى عليها ويلبسها الباس الستر والعافية رحت للولايات المتحدة الأمريكية في سنة من السنين يعني دعوة وعلى بالي أني برجع عيد في السعودية ما الله أراد تأخرت صارت عندي محاضرات إضافيات في المراكز الإسلامية فما سافرت يوم جاء العيد ما أدري عيد رمضان ولا عيد الأضحية الضحى قالوا الصلاة في المركز الإسلامي في واشنطن الشيخ عبد الله المصلح تأم المسلمين اللي هناك أنت طال عمرك ما في ناس هذا لكن وقع الاختيار عليه يقول يوم طلعت على المنبر في المسجد العيد عشان ألقي خطبة العيد طبعا المسلمين المصلين كثر مسجد مليان الرجال ثم النساء في الخلف ما شاء الله طبعا أحيانا قلبية بعض الحريم طال عمرك يقولون الحجاب ما فيها شيء يقول لفت انتباهي هذا يقول للشيخ عبد الله المصلح يقول أنا لفت انتباهي هالحرمة المتحجبة في الصفوف الوسطى متحجبة وملابسة دسوس ومغطية جسمها وعليها لباس أسود بحت الباقية اللي مثلا أبيض واللي أخضر لكن هي يقول ملفتة لن فيقول يوم صلينا وكذا وقدهم يودعوني قال يا قلت لهم الضباط اللي مسؤولين هناك وكذا والناس يا أخواني في حرمة أنا شفتها بالله يا أخوان الله. سلموا عليها وقلوا والله يجزاها خير الشيخ عبد الله المصري يسلم عليه اللي يعرفها اللي هذا أو يعرف زوجها قال أبو محمد العسيري هذا أبو محمد العسيري هذا عميد مسؤول عن البعثات الضباط اللي يدرسون في ونعم في أهل أي والله قال هاي هي زوجته هذه أم محمد زوجتي أنا يا أبو محمد العزيز بالله عليك قال والله بيض الله وجهها فيقول أنا أعيد وأكرر وأقول بيض الله وجهها فأبو راشد